جو سوي انفيتي رانا معروض اليوم تكريم ديال واحد الشخص كتبغيوه بزاف بزاف، واخا كيكون رابح كيكون كاعي، اللي هو الدقيق. التكريم ديالو من طرف الصحافه المغربيه ويستاهل التكريم. ايوا نتمنوا ليه كل التوفيق نجاح في المستقبل. المدخل بغيتي المدخل؟ هو هذا المدخل شتيه؟ انا نوريه لك. وهذا الاذاعه والاحساس بالسعاده الذي ينتابه كل من يقف على منصه الاحتفاء والتكريم، وعلى صدره يوضع من زملاء الامس واليوم وشاح الاعتراف بما تم انفاقه على مدى عقود من الزمن من جهد وتضحيات وما استرخص من مشاق وتعب خدمة للإعلام والرياضة لوطننا الحبيب. وقد جاء اختيار نخبة الإعلاميين المنتقاة بدقة للحضور والدعم والمساندة لحظة إنسانية تطفح بالكثير من المعاني الراقية والجميلة. سيدات والسادة أيها الحضور، كان عيدنا هذا عيدا نبغاء هذا الوطن في مجال التباري والتسيير والتنظيم.